دايما نبتدي باهم الاخبار والاحداث اللي معانا. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجرى جوله امبارح بميناء الاسكندريه لمتابعه تنفيذ التوجيهات الرئاسيه بسرعه الافراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف المواني. رئيس الوزراء قال ان في تنسيق وتعاون بين مختلف اجهزه الدوله لتسيير مختلف الاجراءات اللازمه للافراج الفوري عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج. كمان امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هنأ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، وأعرب رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة وبالأصالة عن نفسه عن تقديم أسمى آيات التهاني والصدق للرئيس السيسي بقرب حلول هذا الشهر الكريم. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أجرى جولة بميناء الإسكندرية لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ. وأشار مدبولي إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع وبما يمكن من التدخل السريع لتسجيل أي عقبات، لافتاً إلى أن الأنظمة الجمركية الإلكترونية المستحدثة تساعد في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج. وامبارح قال رئيس الوزراء أنه بيتم الإفراج عن البضائع في ثلاث موانئ أخرى، مؤكداً أن الدولة المصرية عملت على رشدة الخروج من الأزمة الماضية، موضحاً أن الدولة كانت بحاجة لتدبير سيولة نقدية كبيرة وتوحيد سعر الصرف، خاصة وأن أي اقتصاد في العالم لا يمكن أن يعمل في حالة وجود سعرين للصرف. وأضاف قائلاً: لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري، والدولة تخطط لصفقات كبيرة أخرى الفترة المقبلة. وتابع: لنصل للقرارات اللي تم اتخاذها كان هناك شغل كتير مع كافة الوزارات، موضحاً أنه مع أزمة الدولار بدأ هناك شبكات السوق السوداء في التعامل مع المصريين بالخارج، وهذا أدى لوجود سعرين. ووجه وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد للسوق السوداء، وقال: شغلنا شاغل الفترة اللي جاية مع التجار والبنك المركزي، ملتزم بتدبير العملة والأولوية للسلع والأعلاف والأدوية، مؤكداً أن الخروج الكامل للأزمة سيحتاج بضعة أشهر لعودة الاقتصاد المصري لوضعه السليم. امبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مصنع ميدور للبترول. خلال الجولة قال المهندس طارق الملا وزير البترول: إننا نعمل على زيادة إنتاج الشركة مع نهاية شهر مارس 60%، وهذه الزيادة ستعمل على سد الفجوة الاستيرادية من الغاز والسولار. امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على الطفرة غير المسبوقة في تعزيز مكانة المرأة المصرية في جميع القطاعات وخطوات مصر الواسعة في اتجاه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وده بعد 10 سنوات من دعم حقوق المرأة وتمكينها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. واستعرض التقرير الرؤية الدولية الإيجابية لملف تمكين المرأة في مصر، وأبرزت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2023 تحسن تمثيل المرأة في مجالس الإدارة والمناصب القيادية العليا في الشركات المدرجة في البورصة المصرية والقطاع المصرفي وقطاع الأعمال العام والمؤسسات المالية غير المصرفية، وحيث يزداد تمثيل المرأة سنوياً بنسبة 3%، بينما من المتوقع أن تحقق تلك الشركات هدف استراتيجية 2030 المتمثل في وصول النساء ل 30% في مجالس الإدارة بحلول عام 2026. امبارح هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، وفي برقيته بهذه المناسبة أعرب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة وبالإصالة عن نفسه عن تقديم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية للرئيس السيسي بقرب حلول هذا الشهر الكريم اللي اختص الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه القرآن الكريم هادياً للبشرية كلها وليضيء به طريق الحرية والكرامة والمساواة والحياة الكريمة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أناب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الزهور على نصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وده في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد اللي بيوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في 9 مارس عام 1969.
وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافق الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على نصب التذكاري للجندي المجهول، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات. وفي نهاية مراسم الاحتفال قام بتحية عدد من كبار قادة القوات المسلحة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بعنوان الذكاء الاصطناعي ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم ركائز الأمن القومي المصري، واللي نفذته كلية الدفاع الوطني في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة. حضر البحث عدد من قادة وضباط القوات المسلحة ورؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس ودارسي الأكاديمية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمشاركة في دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتوفير الاحتياجات الإنسانية والمعونات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة بقطاع غزة، بتشارك عناصر من القوات الجوية المصرية في التحالف الدولي لإسقاط المساعدات على غزة من المملكة الأردنية الهاشمية، وده بالتعاون مع نظيرتها من القوات الجوية الأردنية والأمريكية والفرنسية والهولندية والبلجيكية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات، والبداية من الوادي الجديد حيث تم إطلاق مبادرة لبيع اللحوم الطازجة ب 300 جنيه، وفي المنيا تم إجراء حوالي 70,897 عملية جراحية بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار. كمان امبارح في سوهاج تم افتتاح معرض أهلا رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة، وفي كفر الشيخ تم بدء التشغيل التجريبي لقسم الغسيل الكلوي بمستشفى بيلا المركزي. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في شمال سيناء احتفلت المحافظة بظهور إنتاج مزرعة سمكية تم إقامتها بمنطقة جبلية وسط سيناء في منطقة أم شيحان، ومن المقرر أنه هيتم طرحه في أسواق شمال سيناء بأسعار تنافسية، وده ضمن خطة التوسع في إقامة المزارع السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة والاستفادة من مياه البحرية في ري الزراعات بالمنطقة المجاورة. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة عن تنفيذ مبادرة لبيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة على ألا يتعدى سعر الكيلو 300 جنيه بحد أقصى، وده بالتنسيق بين مديرية التموين ومديرية الطب البيطري ورؤساء المراكز وكبار مربي المواشي بالمحافظة، بجانب تفعيل مبادرة لدعم صغار الموظفين من خلال بونات لحوم مدعمة تصل لخمسة كيلو للفرد خلال شهر رمضان المبارك. في المنيا أعلنت المحافظة عن إجراء 70,897 عملية جراحية مجانية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار اللي أطلقها رئيس الجمهورية، وده للتخفيف عن كاهل المواطنين والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية. في سوهاج افتتحت المحافظة معرض أهلا رمضان بمركز مدينة البلينة، وده بالتعاون بين مديرية التموين والغرفة التجارية بسوهاج والوحدة المحلية لمركز مدينة البلينة بتخفيضات تصل من 20-30% على السلع المعروضة، وبيأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن العمل على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. في كفر الشيخ أعلنت المحافظة عن بدء التشغيل التجريبي لقسم الغسيل الكلوي بمستشفى بيلا المركزي، وده بعد الانتهاء من تجهيز القسم بأحدث الأجهزة الطبية وتوفير الكوادر الطبية المدربة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للمرضى، كما تم توفير طاقم طبي من الأطباء والتمريض والفنيين وأحدث الأجهزة الطبية للكشف المبكر عن أمراض الكلى وعلاجها. في البحيرة قامت الوحدات المحلية بمركزي شبرخيت وأبو حمص باستلام 10,678 شجرة، وده تمهيداً لزراعتهم بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة اللي من ضمنها العمل المناخي لمواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار بحلول عام 2030.
في البحر الأحمر استقبلت مدينة راس غارب القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرية الأمل لإجراء الكشف الطبي على أهالي القرية، ومن المقرر أن تمارس عملها على مدار يومين بعد أن انتهت القوافل العلاجية من الكشف الطبي على أهالي قرية أم الحويطات بسفاجة.